السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم اخوتي عندي لكم واحد الفيديو جديد ديال واحد ساكت البوكس. ديجا راه طرقت لكم ليه ودرت لكم واحد في الخضر، دابا هذا راه في الكري وغادي تشوفوا التفاصيل ديالو ان شاء الله يعني بالدقة وبالعبارات قياسات كلشي مضبوط وعلى بركة الله. نقدم لكم دابا الأجزاء ديالو باش تشوفوا كيفاش غنبداو. يعني اول حاجه كنبداو بهذا المورسول الكبير اللي هو رئيسي كيف تشوفوا. الطول ديالو متر وعشرين طول هكا، العرض 98 سنتيمتر. هاد 98 كنبداو كنقسموها على 4، على هاد الجزء مع هاد الجزء مع هاد الجزء، 1 2 3 وهذا مع هذا تيتسمى جزء، باش يجيو هاد الخرص يعني جوج متقابلين هاك وجوج متقابلين هاك، يعني الدائره ديما الخرص يجيو متقابلين. كنديرو هادو هنا، كنخيطو هادو هنا، هاهما كيف تتشوفو هاد الدعامات، هادو هما من كي يعني هادو هما لي بيهزو الصاك، لي فين بيشدو الخراص، لأن الخراص إلا درتيهم هنا مديرهمش على هذا مباشرة لأنه ضعيف شوية، يعني إلا درتي هادو تتولي البلاصة قوية، لأن يعني الثقل هو لي كي يأثر عليهم. هادو هما الخراص لي كتشوفو مثلثين. نديرو بهذا الشكل، هذا وحده تكون هنا وحده غادي تكون هنا، هاهي وحده غادي تكون هنا، وحده بغينا نديرو هنا. هاهما هادو هما الخرص اللي غادي يكونوا فيه. هما ما تيخدموش بهذه الطريقه، تاتني هذا هكا وتاتني هذا بهذا الشكل هذا. شوفوا كيفاش الخدمة، هذا هكا باش يكونو خويين، تتحطو هكا، تدير هاد العبار اللي فهاد 8 سنتيم هنا، تتجمع هادو حتى تعطيوك 8 سنتيم، يعني تقدر تبني هادا هكا بالطريقة اللي بغيتي، وبتي 8 سنتيم ديالك تعبرها، وتجيبهم أورد هكا، هذا هو العبار ديالها، باين، نفس الطريقة. المهم هاي تخيطو هما تتخيطو هاد البندات طوال هما اللولين، كتخيط هادو هما التانيين، يعني المرحلة التانية كتخيط هاد الخراص. عجمة هنا راه كدير واحد تقريبا اللي درتي 14 سنتيم، 15 16، اللي كان 16 سنتيم، يعني هاد البلاصة فيها 16 سنتيم هكا. هنا كاين 24 في 24 في 24، هنا كاينة 12 وهنا كاينة 12، وتتخلي واحد 2 سنتيم ديال الخياطة أبار. تتخليها هي 98، تتحيد منها جوج كتبقى 96، كتقسمها على 4 كتعطينا 24 سنتيمتر، 24 24 24، 12 12. هادو هما التفاصيل ديالو. هاد الجزء هذا القاع ديال الساك، هو هذا القاع ديالو لتحت، يعني لتحت كدير ليها الدعامات هادو باش يكون قوي شوية باش يشد فراسو، لأن راه الدخول كينزل على هذا، وهذا خصو اللي يعاونو في الدخول، يعني كنديرو هاد الدعامات هادو، هادو باينين. تنجيو هنا كنديرو هاد 4 دعامات أخرين، هادو كل خرصة عندها دعامة ديالها، كتنزل تا لتحت، هاد الدعامة كتنزل تا لتحت، هاد الدعامة هادي كتنزل هكا نفس الطريقة، تتشد في هاد البلاصة هادي وكتنزل لتحت. كتشد هادي تاهي هنا كتنزل لتحت، ولكن هاد كل وحدة تكون بهاد الشكل هذا، كنديروها تحتها هكا، يعني تلصق تحتها بهاد الشكل هذا هكا، هكا غادي تلصق، هادي غادي تكون تحت هادي هكا، باش تنزل مع مني تخيط هادي، غادي تنزل هادي نيشان حتى لتحت، ومني تنزل حتى لتحت غادي نلاقيوها مع هاد الجزء هذا، يعني هاد الطرف اللي لتحت غادي يلصق مع هادي، يعني هادو بيكونوا بهذا الشكل، يعني تلصق هكا، بتجي الثانية بتلصق هنا، والثالثة بتلصق هنا، والرابعة بتلصق هنا، باش يولي هادو شادين مع ديال لتحت، باش يكون قوي وجامع راسو. كيبقى لينا هادو هما الأجزاء اللي شتوها، واحد هادو دعامات. هاهما 4 الدعامات، هاهما 4 الخرصات، هاهما كيبقى لنا هذا ديال الفوق، هذا ديال الفوق تتخيط ليه السنسلة ديالو بحال هاد الشكل، جوج قفولة
هكا بحال ما هاد الشكل هذا كنت غنوري لكم تقريبا نفس الخدمه هكا غيكون على هذا كيتخيط هكا هو هذا صافي. هادو هما الاجزاء دابا غادي نمشيو للخياطه ان شاء الله وغادي تشوفوا التفاصيل ديالها بوحدها بوحدها يلا تشوفوا دابا حنا خيطنا جوج بندات هما هادو. اذا غادي نخيط واحد بهذه الطريقه هادي يعني نضرب هكا هاي باش نثبت هذاك هاد البندات مزيان هكا ونحطو هكا كيف تشوفوا هاد الطريقه الزيكزاك ها نتوما كيف شفتوها هادي هي الخدمه ديالها. يعني الى بغيتي تخدم يعني هاد الخط هذا متوازي مع هذا وهذا تيكون متوازي مع هاد الاخر ديالو يعني ديما سير توازنها كل توازنك وكتبقى الخدمه غاديه مقاده عينيك ميزان قصه يعني كل حاجه باينه. المبتدئين راه يمكن يعبر بشي طريقه ديالو خاصه يمكن تم غادي هكا يدير شي عبار يجي ما بين هاد النقطه وهاد النقطه يقسم هكا ويتم ويلاقي ويقسمها ثاني هاد الجهه الاخرى منتصف ديال جوج نقط هو هذا ويبدا تمشي بهاد الطريقه هادي عاديه باش يثبتوا هادو بعضياتهم مزيان. ها نتوما كيف تشوفوا اللور راهما باينين خدمه باينه شفتيها هادشي اللي كاين. ننقزو المرحله الاخرى ان شاء الله تشوفوا كيفاش غنثبتوا هاد الثاني الخراص. الى ممكن فواحد القضيه كاحسن يمكن تثبت هاد الاعمده هادو اللي قلنا بلاصه عاجمه نحطو عليهم الخرس بهذا الشكل هذا نديرو هاد الخدمه هادي هادشي مزيانه كاحسن نزكيو هادو بلايصهم هما بهذه الطريقه عاجمه نحطو هادو على هاد الشكل هذا بجو ساهل باش علاش انا وبنتي هادو تحت البندات هاد هادو بل حنا بغينا هاد الخرص يشدو مع هادي داكشي علاش وفرناهم بهاد الطريقة باش هادي تجبد الفوق وهادي تجبد داك الثقل اللي بغيت تجبد تجبد مع هادي باش يكون داكشي متقون. المهم نسبقو هادو وديك الساعة نرجعو للخرص ان شاء الله. هانتوما دابا هاد هادو لي تيكونو تيهزو من تحت هادي هي الطريقة ديالهم ديجا انا مسطر لهم واحد الخط هما نفس الطريقة مقسمين على 24 مقودين مع الخرصات وكتبدا تخيطهم هكا هاد الجهة الأولى والجهة الثانية وديك الساعة كتمشي للأخرى ونفس الطريقة وبدا تكمل
تشوفوا هي الخيطات يعني نفس عادية مزيان داكشي متقون. كنمشيو للاخرى والثانية والثالثة والرابعة بنفس الطريقة. كيف تتشوفوا دابا ملي لصقنا هاد الدعامات هادو ديال الصاك، يعني كنمشيو تنصقرو في راس بهذا الشكل هذا، يكونوا غادي ميزان مع الدعامات ديالهم، وتبدا تقيد يعني بوحدة بوحدة. المهم هانتوما كي تتشوفوا بهذا الشكل هذا من هنا الزاوية. نفس الطريقة للخراس الاخرين، يعني الثانية والثالثة والرابعة بنفس الطريقة. كيف تتشوفوا هاد الخرس هما كملوا بربعة، هما هادو شفتوهم كل وحدة بلاصتها. تا دابا كنمشيو نجمعو الساق من على حساب كنجمعو هكا على شكل أنبوب. ديك الساعة غادي نديرو القيعة إن شاء الله، قبل ما نديرو هاد الخدمة هادي غنمشيو لهادو. هادو تا هما نخدمو بنفس الطريقة، يعني القاع ديال الساق كندير ليه هاد الدعامات ديالو اللي من تحت عادي. تاخد هنا علامة زائد يعني إيكير كيف تتشوفوا، يعني كتاخد وحده هاك ترجع هاد الخط هذا، يعني هاد الخط تديرو في الوسط بهذا الشكل، كتبدا تخيط هاكا عادي. كندير هنا جوج طفولة احتياط، ربما يخسر طبعا ديال الفراغ تاني لاخر احتياط كما كتشوفو. كنجي تندير الطرف الاخر بنفس الطريقة، يعني هاكا حطو كيما ان شاء الله. تشوفوها هي دابا ألف مرة تكاد. كناخدو هاد الصماط هما، يعني فيهم متر و40، كنديهم هاكا على ثلاثة، اثنين الأولى اثنين الثالثة،
وكنخيطهم. هما كيتوليو شتيهم واحد جوج هادو هما اللي كيتعلقو تيشدو الخرص، ربعة الخرصات كلهم كيشدو في هاد الراس هدا، هاهما ربعة وكل واحد بحال هاد الشكل هدا، والكرشي كيشد هنا، الكرشي كيشد هنا نفس الطريقة للآخر هاكا. تشدو بهذا الشكل هذا هكا، تجي كلشي كيهزهم بجوج بربعة هكا، ربعة الخرصات. دابا غنمشيو دابا نجمعو داك الطرف، الجزء الأساسي هو اللي غادي نجمعوه دابا من الوسط، غادي تشوفو كيفاش. دابا كيف تتشوفو هذا هو الجزء الأساسي، غادي نسدوه بهذا الشكل هذا وغادي نخيطو. بولي على شكل انبوب، كنخيطو هاد الخيطة الأولى هاكا، كنزيدو التانية تقريبا على سنتيم سنتيم و مليم ولا باش تقرب و تدير الخدمة تاعك بهذا الشكل. دابا غنخيطو ان شاء الله مع لا برا باش يبان المنظر ديال الصاك ديال التصاوب. كيف تشوفوا دابا ملي كنجمع الصاك يعني تولي على شكل انبوب، دابا كنمشيو للقاع بحال هكا، يعني كاينين ربعة دعامات مع ربعة ديال اليوس ديال هاد الطرف هادي اللي تيقوي القاع، اذا نتلاقيهم بعضياتهم كنبداو مثلا بحال هاد الشكل هذا هكا وكنبقاو نخيطو. كي شفتو دابا ملي كنخيطو القاع بحال هاد الشكل هدا، هاهو دابا التخيط كنمشيو دابا كنخيطو السلسلة يعني الفم ديال الصاك، هاهو
الخيط بنفس الطريقه صافي. ودابا السكره بيكم ان شاء الله توقع عليه والو. نبداو بنفس الطريقه كنلاقيو هاد الخياطه مع السلسله ولا فين ما كنتي ماشي مشكل، لاي بلاصه كنتيها تجي باش دير واحد القضيه مثلا تخصها كتير واحد جوج علامات على الشكل هذا باش تعرف بان راه غادي مضبوط في الوسط مع الوسط مع الماركة. وتبدا بالسلسلة يعني مع التربة هادي اللي درت هنا عند هاكا، ونخيط السلسلة الجيلي مع التربة الأخرى نعرف بأن داكشي غادي مضبوط. صافي هادشي اللي كاين. انتما كيف تشوفوا دابا البلاصه اللي درت ليها واحد التريبه هي هي شتيها جات معها السلسله قد قد، والتريبه اللي درت في هاد الشيء اخرى ها هي جات مع السلسله قد قد. اذا هاد النص هذا مضبوط، اذا تيبقى لنا النص تا هو راه مضبوط، تكون القضيه هي هاديك النص كلشي هو هذاك. نتابعوا العمل ديالنا في الخيطه ان شاء الله. هو دابا كيف تشوفوا الساك هو كمل ناضي، انتما تشوفوا الفرص ديالو هادو ملي كيتشد هكا خوازي يعني بهذا الشكل هذا وحده داخله في الاخرى هكا شفتهم هنا راه مناقبين. كنخيط هنا وكنخيط هنا وكنخيط هنا وكنخيط هنا وكنخيط هنا وكنخيط هنا بهاد الشكل هذا. التحت ديالو ها هو هذا القاع. دابا ملي كيعمر راه كيتنفخ تيتريكل مزيان كيولي مريكل عاد خصو العمارة. دابا عاد ملي تيبان لكم الهاضي ميزان
بحال الاولاني كيف شفتوا داك اللي كنت صاوب في الاول الخضر راه بحال هكا يطلع غير هذا زيدين عليه الدعامات هادو راه تعطيو واحد المنظر تيكون صحيح راه في متر و20 واش كيديرو راه هانتوما كتشوفو خدمة مضبوطة سماطينيلو يعني مضوبلة على ثلاثة راه كلشي هو هداك إوا خوتنا تبارك الله عليكم ونشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.